بسمة أمل من الإسكندرية العاصمة أثينية. بسمة أمل معكم على الهواء مباشرة. خليني أؤكد على حضراتكم إن حلقتنا النهاردة هتكون مقسمة لجزئين. الجزء الثاني من هذه الحلقة كله عن الطاقة وعن الكهرباء وعن ما يحدث الآن واللي احنا المفروض نعمله بشكل كبير جدا توفيرا للطاقة. أما الجزء الأول حقيقة جزء هيكون كله بهجة وكله أمل. عايزة أقول حاجة مهمة جدا، إن احنا أما نبص للخريطة كده حوالينا الناس هتقول إيه ده، أنتوا طالعين أمل إيه يا جماعة وبسمة أمل إيه؟ لا، مهمة قوي، مهم الحلم كمان، مهم تحقيق الحلم وأهمية الحلم في حياتنا شيء أكثر من رائع. نبص جنبنا نلاقي السودان حروب شديدة جدا 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 وتهجير غير عادي. الحرب الفلسطينية خلتنا ما نبصش على السودان، لكن تأكدوا ان السودان فيها مشاكل كثيرة جدا، ونحمد الله على ما نحن فيه بكل ما نحن فيه. انا مش بعيدة عن احلامكم خالص، انا بالقرب ومن الغفير للامير بتعامل معاهم وبعاني من ازمة السكر والرز وكل هذه الاشياء، ولكن بالامل نحيا وبالامل نبقى. وقالت لي هي قصة مش الكلية، القصة الحلم، وهو ده اللي المفروض ان احنا نقوله للقائمين على التعليم. الحلم، مش معقول ابني يبقى بيحلم بحاجة ويجي المجموعة تصد قدامه. لكن هي الحقيقة اتكلمنا عن حلم اخر، COP28 المقام في الامارات، احنا متحضرين له حلم جديد، ويا ترى هنطلع منه بمكاسب ولا لا، وكم دولة هتشارك، وهنشوف تفاصيل اكتر مع الدكتورة هدى مصطفى. اهلا هدى حسن، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا يا دكتور. اهلا بحضرتك، ميرسي جدا. والحقيقة انا معجبه وحسيت بالبهجه كده من الانترودكشن، المقدمه الجميله دي. ربنا يخليك. تخيلي انا قاعده. طب يا دكتور ليه ما نخليش طاقه امل؟ ليه ما يبقاش عندنا امل يا دكتور؟ يعني لسه ليه عندنا امل؟ بصي، الخير في امتي الى يوم الدين، ولا انا ولا حضرتك ولا الناس اللي عماله تقول لك علامات الساعه الكبرى وعلامات الساعه الصغرى، احنا مش عارفين يوم الدين او اخر يوم ده امتى. ولو في ايدنا فسيله، ده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، فلنزرعها. فليه ما يبقاش عندنا امل؟ وهو ده موضوعنا، احنا نزرع، ان احنا نزرع. هو ده موضوعنا. يلا نحكي في الزرع. نحكي في الزرع. ايه قصه كوب؟ ايه قصته كوب او مؤتمر الاطراف؟ ايه قصته؟ قصته ان هو بدا في التسعينات. الاول كانت بدايه المؤتمرات في التسعينات، اول ما بدا في الاول كان في برلين، وبعد كده اما كانت الناس تتكلم عن البيئه الناس تضحك. كان اديني كوبايه لبن واديني كوبايه لبن واديني رغيف عيش. النهارده البيئه هي اللي بتؤثر على كوبايه اللبن ورغيف العيش. دلوقتي يا جماعه احنا جايين، يعني كنت لسه بقول لحضرتك ان احنا جايين بندق ناقوس الخطر. الموضوع ما بقاش هزار. احنا تمام، في امل، وهنقول ان في امل والحمد لله بدانا في الخطوات، ولكن الموضوع ما بقاش هزار فعلا. الموضوع بقى فيه خطر بيحيط بينا كلنا. القصه ما بقتش بس مجرد الانبعاثات اللي طالعه عندي من مصنع ولا طالعه من عوادم السيارات، لا. القصه انا بقى فيه تاثير على البيئه من حاجات كتير قوي، وابسطها حتى المخلفات. الناس اللي بتاخد المخلفات وبترميها بطريقه عشوائيه، المخلفات دي بتطلع لي غاز من الغازات الدفيئه اللي بتعلي درجه الحراره، اللي بتسبب لي الاحتباس الحراري اللي ممكن يعرضنا لكوارث. فاحنا فعلا محتاجين يعني البرنامج، انا مبسوطه جدا برنامج حضرتك النهارده، ان هو بيوصل الوعي للمواطن البسيط. أيوة. ان انت مؤثر، انت عنصر مؤثر جدا. طبعا جدا يعني. طيب يا دكتور، دلوقتي انا شايفه ان في ناس كتير ابتدت تاخد الحجاره بتاعت الموبايل والحجاره القديمه وكل الحاجات دي وبيعملوا منها كشافات للاضاءه وقت النور ما ينقطع، دي خطر ولا لا؟ بيئيه طبعا، لان انا عارفه ان البيئه كانت بتاخد الحاجات دي وبتدي لهم ريسايكل فلوس. يعني بصي حضرتك، احنا مش معترضين عن ان احنا نعمل اعاده تدوير، بس اعاده تدوير بطريقه امنه. اعاده تدوير للمخلفات بطريقه امنه. اعاده تدوير مع متخصصين، مش نبص ندخل اماكن بقى بير سلم وجايبين زي ما حضرتك بتقولي مجمعين البطاريات. أيوة. وبيفضوها واستخدام الكربون بتاعتها، ويحصل لي عندي انبعاثات ويحصل لي تاثير، واللي تفضل منهم يكبوه على الارض على التربه، يبقى كل ده عندي حضرتك كارثه. احنا بنعمل كارثه، مش بنعمل اعاده تدوير.
احنا عاوزين دكتور هدى مصطفى. دكتور هدى حسن، عايزه اسال حضرتك على شيء مهم جدا. اتفضلي. وهو ازاي ابدا بنفسي. انا عن نفسي جبت قصيصه صغننه كده وعندي زرعه وبراعيها وببقى مبسوطه بيها جدا لما تكبر. جميل جدا، جميل جدا. عارفه اللي حضرتك عملتيه دلوقتي الدوله بتعمله على نطاق كبير جدا، اسمها المباني الخضراء. المباني الخضراء دي على طبعا تصميم متكامل، مجموعه متخصصين متكاملين من اول التصميم لحد الانشاء لحد التنفيذ، بتبقى فيها مراعاه ان في نظام يعني بيزرعوا جزء من الاسطح والجزء الثاني بيتحط الخلايا الشمسيه اللي تديني الطاقه الكهربائيه للمبنى. فده سياسه الدوله ان احنا ان شاء الله على 2050 هيكون في يعني تصور كامل للمباني الخضراء. شوف حضرتك بتقولي انا جبت زرعه صغيره في بيتي، انا بتمنى ان احنا كلنا نعمل كده، كلنا نبدا نزرع. الزرع بيساعدني على ان انا اقلل الكارثه، اقلل المشكله. مش بس الزرع، احنا لو احنا في البيت عندنا بدانا بالتدريج كده بالراحه ان احنا نبدا نقلل استخدامنا للتكييف، نرشد في استخدام بس دي الاجهزه اللي هتطلع درجه الحراره بقت عاليه قوي ما بتخليكيش، وانت عارفه انه بيأثر على الحاله المزاجيه. لكن ايه يعني ايه اللي خلانا نوصل للتكييف؟ تمام، هقول لحضرتك ايه اللي خلانا نوصل. عشان نوصلها للناس بطريقه مبسطه خالص، الناس هتسمع حاجه اسمها احتباس حراري. ايوه، غازات دفيئه، جلوبال افكت. احنا عايزين نوصلها بمنتهى البساطه. ببساطه، ربنا يكرمك يا دكتور هدى. نوصلها بمنتهى البساطه. ربنا بيخلق كل حاجه بنظام معتدل، نظام جميل. نسبه ثاني اكسيد الكربون موجوده عندي في الجو، بخار ميه وغازات اكسجين وغازات اخرى. مع الثوره الصناعيه اللي حصلت والمصانع والحروب خاصة زي حرب اوكرانيا، بدا النظام يتقلب شويه. في عندي بعض الغازات دي اللي بنسميها الغازات الدفيئه، زي مثلا ثاني اكسيد الكربون، الميثان، اكسيد النيتروز وغيرهم. بعض الغازات دي بتساعد على ارتفاع درجه حراره الغلاف الجوي. على فكره في فرق لما نقول المناخ والطقس. الطقس اللي هو درجه الحراره اليوميه زادت قلت، مطر زي ما بنقول النهارده اسكندريه نور قلب فجاه، قلب فجاه. يعني هيستمر ده ولا الشتاء هيبقى قارس؟ هم نوهوا قالوا ان في الفتره اللي جايه في نوه. لغايه يوم ايه؟ تقريبا 3 ايام. يعني هناخد الاربعه كمان. بالظبط. على المناطق الساحليه، وعلينا ان احنا ناخد بالنا. بالظبط، بالظبط كده. فاحنا عندنا لما حصل الثوره الصناعيه الغازات الدفيئه دي، ليه بيقولوا دفيئه؟ لانها بترفع درجه حراره الغلاف الجوي. طيب الغازات الدفيئه دي بدات تزيد. ارتفعت درجة الحرارة، لما زادت درجة الحرارة ايه التأثير اللي حصل؟ تأثير كوارث من غير ما نحس. أول حاجة اكتشفوا إن جزء من الكتل الجليدية خاصة في المناطق القطبية التلج بتاعهم بدأ يسيح. لما بدأ يسيح نزل فين؟ في المسطحات المائية، ارتفع منسوب المسطحات المائية. طب ده طبعا مع العلماء والدراسات إن احنا على مدار السنوات اللي قدام دول كاملة هتختفي. طيب كان عندنا أمل في كوب 27 انه يكون عندنا تعويضات كثيره عديده لما احدثته الثوره الصناعيه في الغرب ومن تاثير علينا. وناس كتير جدا ما هياش مدركه ان احنا ما احناش ملوثين. احنا استخداماتنا مثلا لنهر النيل، استخداماتنا للحياه كده يوميه ممكن نقول على قدنا شويه، لكن التاثير الاكبر والنفايات هي للدول الصناعيه الكبرى طبعا، وفي دول مجاوره كمان اثرت علينا. والمفترض ان القوانين الدوليه بتقول ان من افسد شيء عليه اصلاحه. كنا نتمنى يكون هناك دعم لتنميه الثوره الخضراء ونتحضر للاخضر من خلال منح كثيره في كوب 27، لكنها لم تتحقق. دي اتفاقيه دوليه بين الدول، بين ال 198 الاطراف، كانت في باريس في 2015، كلهم وقعوا على اتفاقيه ان الدولة اللي هتكون عندها تأثير بيئي هتدفع تعويضات للدول المتضررة عشان تبدأ تعالج المشاكل اللي عندها. ودي كانت من احد التوصيات، هم بدأوا بجزء صغير جدا من كوب 27 اللي كان برئاسة مصر في شرم، والحمد لله كان ناجح جدا. لان مصر كانت الدولة المضيفة، كان من المفروض انها يكون لنا يعني التأثير المؤتمر يبقى باين بسرعة، لكن انا الحقيقه مش شايفه حاجه باينه قوي في ان احنا ناخد تعويضات عما فعله الغرب فينا والدول الصناعيه الكبرى. في دول كمان متضرره اكتر، دول افريقيه متضرره جدا.
فعشان كده دي كان من ضمن التوصيات او المبادرات اللي صدرت من المؤتمر، ان بيدعو الى الاهتمام الاستدامه في الدول الافريقيه، حياه كريمه وبيئه نظيفه في الدول الافريقيه. فكان يعني ده عليها زي ما بنقول عليها الفوكس الاكبر في الكوب 27. دكتوره هدى 28 تفتكري ايه اللي هيتغير وتحديدا في الامارات، وحضرتك بتقولي ان اول حاجه نعملها ان احنا نقل من استخدامنا للتكييف لان انبعاثاته هي احد الاسباب في التلوث. وجهه نظرك بقى، حياتهم كلها بتكييفات، هيعملوا ايه دول؟ احنا عندنا البدائل يعني، لا بس التكييف ده احد الامثله. احنا بنبدا دلوقتي بننظر ان احنا نستخدم، طبعا احنا بدانا المرحله الاولى من محطه انتاج الهيدروجين الاخضر. ايوه هنبدا نستخدم الهيدروجين كبديل للوقود مع البدائل الاخرى، الطاقه اللي بنستخرجها من الرياح والطاقه المتجدده بتاعتنا، كل دي بدائل للمصادر الطاقه اللي بتؤدي للتاثير السلبي على المناخ. كوب 28 اللي هيكون في الامارات ان شاء الله، هو عجبني الشعار بتاعه، يعني عجبني قوي، بيقول لك ان العالم كله كيان واحد. وده فعلا على فكره، احنا كلنا تحت نفس السماء. أيوة. كلنا سماء واحده، سماء واحده هي اللي بتحتوينا. طب أيوة. كويس قوي لما كلنا سماء واحده. حضرتك بتقولي الامارات وهم بيستخدموا التكييفات، وطبعا انا عارفه كل الدول الخليج درجه الحراره عندهم مرتفعه جدا. المشكله مش بس في التكييف، طب ايه وسائل الانتقال عندهم؟ هتبدا تتحول لطاقه كهربائيه ولا نفضل نستخدم الوقود الحفر زي ما احنا شغالين؟ احنا هنا بدانا نستخدم فعلا المواصلات العامه، بعض الاتوبيسات بدات حقيقي بالطاقه المتجدده، الطاقه النظيفه، هل ده هيتم ولا لا؟ الفوكس الاكبر على في الكوب 28 على غاز الميثان، لان طبعا احنا في الاولويه كان الاهتمام على ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون وتاثيراته، وغاز الميثان خطر جدا. غاز الميثان بيطلع عندي من المخلفات، بيطلع عندي من مخلفات سوري الحيوانات. طب النظرة ايه؟ فالمتوقع ان كوب 28 هيركز اكتر على غاز الميثان وتأثيراته على المناخ. وايه البدائل؟ وازاي نحافظ على التنوع البيولوجي؟ دي طبعا كانت من ضمن التوصيات اللي طلعت عندنا من المؤتمر بتاعنا كوب 27. هنبدأ نكمل عليه، ومصر ليها جناح على فكرة، في جناح متكامل وتم تجهيزه في كوب 28، وتم تجهيز الاجندة كمان اللي هتعرض. في قصص فعليه، يعني احنا مش بنقول الدنيا سودة كلها، لا، في قصص فعليه، بس نتامل بقى ان شاء الله. في قصص نجاح فعليه تمت، اول زجاجه طلعت كامله من اعاده تدوير، ريسايكل كامل، بداوا يطلعوا زجاجه نقيه بيور 100%. بداوا يستخدموا، يعملوا اعاده تدوير للاطارات، الكاوتش بتاع العربيات اعاده استخدامه. الاول كانوا بيحرقوه، كان بيتحرق وبيطلع لي الايميشن الانبعاثات اللي كانت بتدمر الغلاف الجوي. لا دلوقتي بقى اتعمل له اعاده تدوير. بدانا دراسه زي ما بقول لحضرتك، انطلقنا من المرحله الاولى لانتاج الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر ده ببساطه جدا ده من الميه، من تحليل الميه، الميه بتاعتنا جزيء H2O، فبنحلل الميه ويطلع لي هيدروجين، والهيدروجين ده بمنتهى النظافه نستخدمه كبديل للوقود. فكل دي عندنا حاجات جميله قوي بدانا ان احنا نشتغل عليها بالفعل، ومش هتبقى احنا بس، احنا كل الدول اللي مشاركه معانا، جميع دول الاطراف. موجود في دول بتطلع تاثير سلبي كتير، موجود. ميزه المؤتمرات او ميزه الاتفاقيه ان كل مؤتمر هيبداوا يعرضوا التقارير بتاعتهم ويشوفوا هم وصلوا لحد فين، ايه مستوى التاثير بتاعهم. حضرتك لو هتبداي تلاقي ان انت هتتكشف مثلا حاجه تخصك قدام العالم كله، اكيد هتبداي تعملي ايه؟ هتراجع. هبدا احسن من نفسي اكيد. نورتيني دكتوره هدى حسن، نورتيني وشرفتيني، سعيده جدا بوجود حضرتك على الهواء مباشره، والابتسامه الجميله دي ببسمه امل بدانا، وببسمه امل نختم هذا اللقاء، لكن لم نختم الحلقه، فتابعونا. نورتينا يا دكتور. شكرا. شكرا لحضرتك. رغم ان الموضوع جاف وبيئه وهيدروجين وثاني اكسيد، تحياتي تحياتي لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا.